السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الدرس راح أشرح عن الماتلاب وراح نأخذ المتغيرات. طبعا هاي هي واجهة الماتلاب. أول ما تنفتح عندك هناك كوماند ويندو اللي راح نكتب بيها كل الأوامر والإعازات اللي تخص الماتلاب من المتغيرات والصفوف وغيرها. هنا عندك الورك سبيس. الورك سبيس أي شيء تكتبه بالكوماند ويندو راح ينحفظ عندك بالورك سبيس. وأيضا عندك هنا واجهة الكوماند هيستوري. الكوماند هيستوري هي تحفظ لك اي شيء تنفذه بالوقت والتاريخ بالضبط. يعني هنا لما نكتب اي تساوي 9 هنا راح ينحفظ لي بالكوماند هيستوري انه الاي تساوي 9 انه انا كتبت هذا الامر بهيج وقت وبهيج تاريخ. تمام. وهنا ايضا بالورك سبيس راح ينخزن بهذا الشكل، تنخزن الفاليو للمتغير اي. هذا بالنسبه للورك سبيس. وبالنسبه للكوماند ويندو اللي راح نكتب بها الإعازات، نجي للشغلة الثانية. الشغلة الثانية انه انت بتقدر تكتب الإعازات بملف ثاني من فايل، تختار نيو، تختار ام فايل. هذا ام فايل هنا تقدر تكتب الإعازات، تقدر تعدل عليهن ايضا. يعني تكتب اي تساوي 9 وراح تقدر ترجع وتقدر تكتب اكثر من إعاز، مثلا ايضا بي مثلا تساوي 8 وهكذا، وتقدر ترجع تعدل لحد ما تكمل عليهن. تاخذ كوبي بيست او منها تسوي له سيف اند رن، تحفظ هذا الملف ويرجع راح يتنفذ مباشرة عندك بالكوماند ويندو. هاي هي الطريقة اذا كنت تريد تكتب اكثر من إعاز. احنا راح نستخدم الطريقة الاسهل لنا واللي هي الكوماند ويندو، نكتب الإعازات مباشرة من خلال هذه النافذة. تمام. بالنسبة لنافذة الورك سبيس والكوماند هيستوري، شلون راح نقدر نمسحها والكوماند ويندو بعد ما راح تنترس بهذه الأوامر؟ حاليا هنا انترست عندي إعازات، شلون راح أقدر أمسحها؟ مجرد ما أقول له CLC راح تمسح لي كل اللي موجود داخل الكوماند ويندو. وعندي الأمر الكلير، الكلير يمسح لي شكل موجود بالورك سبيس. أيضا الطريقة الثانية أقدر من إيديت أروح أقول له clear command window، عندي clear command history وclear workspace، هذين اقدر امسحهم مباشرة من هذه الإيديت. واقدر اقول مباشرة ايضا clear فارزة بهذا الشكل واقول له clc، راح يمسح كل شيء موجود بالworkspace وموجود بالcommand window. هسه راح نبلش باول درس واللي هي المتغيرات. شلون نعرف المتغيرات؟ طبعا هنا عندي بالكوماند ويندو اي متغير اكتبه عادي كاي حرف اي تساوي وطي القيمه مالته مثلا 8. اذا اخلي فارزه منقوطه راح ينخزن المتغير بهذا الشكل انه الاي يساوي 8 بالورك سبيس. مجرد ما اريد اطبع اقول له الاي وطي انتر راح يطبع لي قيمه الاي. او اقدر مجرد اقول له اي تساوي 8 بدون ما انطي فارزه منقوطه واقول له انتر راح يطبع لي قيمته وايضا يخزن لي بالاي 8. هنا راح اقدر اسوي كل العمليات من جمع وطرح وضرب. يعني لو عدي الاي تساوي 8 بهذا الشكل، ايضا البي تساوي 9، اخلي فارزه منقوطه، عدي الزد تساوي الاي بلس البي، يعني مجموع الاي زائد البي، خلي فارزه منقوطه، هسه مجموعهم صارت بالزد. مجرد ما اكتب الزد راح يطلع لي مجموع الاي زائد البي اللي هي 17. واقدر ايضا اطرحهن اكس تساوي ال A ماينس ال B. بهذا الشكل راح اقدر اطرح ال A من ال B، طلع لي سالب 1. وايضا لل C تساوي A مل اللي هي ضرب في B، اقدر اضربهن بهذا الشكل يطلع لي مضروبهن. فكل العمليات اقدر استخدمها داخل الكوماند ويندو. هاي بالنسبة للمتغيرات. وقلنا اذا اريد اظهر نتيجة المتغير فمجرد ما اكتب A تساوي 9 وراح يظهر لي النتيجة بهذا الشكل. أو أقول له A تساوي 9 فارزة منقوطة، أنطي الأمر الإنتر راح يتخزن بدون إظهار. مجرد ما أقول له أظهر لي الأي هو راح يظهر لي مباشرة A تساوي 9. الشغلة الثانية إنه أنا إذا عندي قيمة للأي تساوي 9 والبي تساوي 8 وأريد أطلع مجموعهم، يعني الأي بلس البي بدون ما اخليهن متغير، نعم مباشرة بالماتلاب متغير الـ ANS راح يظهر لي الناتج. مجرد ما انطي انتر
فراح يظهر لي الناتج مالتهم 17 المتغير اسمه ANS. هذا المتغير إذا ما خليت أي متغير آخر عملية فمجرد راح يطلع لي الناتج بالـ ANS. هذا هو متغير جاهز موجود داخل الكوماند ويندو. هاي بالنسبة لكل المتغيرات في الماتلاب.